بالآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أحبائي بهالأحد أحد جميع القديسين، نتذكر موقف كتير مهم من الكتاب المقدس. ربنا طلب يشوف قديس واحد بالمدينة ليفتح طاقات النعمة والرحمة على الشعب. بحادثة سدوم وعمورة وحواره مع إبراهيم، أخطأنا نحن البشر وعمت الخطيئة والضعف والشر والظلام، وطلب ربنا وقال له ورجيني قديسين لأعفي لأرحم، ورحمته دائما تغمر العالم حتى لو شخص واحد يكون بتزول الظلمة، ورحمة ربنا تغمر الأرض مثل ما بيقول الكتاب المقدس. حياة القداسة مهمة كتير يا أحبائي، بيلفتنا كتير هالقول لأنك قدوس أنت يا إلهنا، وفي القديسين تستقر وتستريح، في القديسين يستقر الله ويستريح. شو معنى هالحكي؟ أي يفرح الله، أي أعمال الله تكمل تتحقق عندما يتقدس الإنسان. كل سر التدبير والخلاص هدفه أن يتقدس الإنسان، ولهيك بيقول يفرح الرب بأعماله. شو يفرح الرب بأعماله؟ الله ما محتاج لشيء، كل أعمال الله، كل الخليقة هدف أن يتكلل ملك الخليقة، يعني نحن البشر، بالقداسة. عندها يفرح قلب الله. وأهمية حياة القداسة الكتير نحن بالكنيسة منحكي بالقديسين، منهتم بالقديسين، بشخص البشر الذين تقدسوا وامتلؤوا من الروح، وهيدي فينا نلمسها. هيدي منا علوم أكاديمية، فيني ألمس هالحاجة بحياتي، بحياتنا نحن البشر كلياتنا. قديش منقوى، قديش منثبت، قديش أفرح وقت بشوف شخص قديس، بشوفونا منلجأ وقت ضعفنا، وقت تعبنا، وقت آلامنا، أن أرى شخصا قديسا. نلجأ لأجساد الذين تقدسوا، ولكن في هذه الدنيا مثل ما بيقول الدايس إسحاق السرياني، بيقول أنت اثبت فيثبت من حولك، أي أنت جد السلام في قلبك فآلاف يجدون السلام من حولك. إذا ترجمنا هالحكي للقداسة يعني تقدس فيتقدس العالم. كثيرين نتطلع هالأيام ومنطلب منقول هالدنيا فيها قديسين. هلأ الوقت الحالي مطلب شعبي كبير إنه وين القداسة؟ ما بقى فيه، كانت في التاريخ، ولكن هيدا أيضا
حفرة عم يوقعنا فيها الشرير. عمل الله لا يتوقف، ومفاعيل الروح القدس يا أحبائي لا تحد في زمان ولا في مكان. ولولا وجود أشخاص امتلأوا من النعمة والروح مثل ما بيقولوا الآباء، لكن مثل مدينة سدوم وعمورة، ولكن ما زال الروح القدس يفعل يا أحبائي، ويفعل فينا على الرغم من ضعفاتنا. حياة القداسة تصنع في الحياة، يعني نسعى إليها لكي نقتنيها بنعمة الروح القدس. وهلأ الساتنا بارح ودعنا عيد العنصرة المرتل فيه، ومنقول مبارك أنت أيها رب إلهنا، يا من أظهرت الصيادين غزيري الحكمة، استكبت عليهم الروح القدس. والروح القدس سكب علينا نحن جماعة المسيحيين الذين تعمدنا، علينا أن نظهر هذه المفاعيل في حياتنا، علينا أن نسعى لكي نستنير دوما بمفاعيل الروح اللي موجود فينا، اللي سكن فينا. تجارب كثيرة وصعوبات كثيرة في هذه الدنيا، وعرائيل كثيرة بتواجه كل إنسان يسعى نحو القداسة، ولكن أتطلع دوما إلى وجه الرب اللي بقول دوما بالتراتيل مثل ما بتشوفوا مرتل كثير وفي كل يوم، علمني يا رب أن أعمل ما يرضيك، علمني في كل لحظة في كل تصرف في كل فكر في كل تصور، وإن خطئت وإن ضعفت وإن وقعت، ولكن في كل مرة أتطلع إليك يا رب أن علمني ما يرضيك. هيدا هو مسعى القداسة. الكتاب المقدس مليء بالأمثلة اللي بتضيء على أشخاص قد امتلأوا من النعمة فثبتوا فيها وثبتوا العالم. الأنبياء موسى النبي وكل الرموز كل الشخصيات اللي مرقت هيدي يا أحبائي مانا شخصيات وهمية. كتير مهم بهاليوم بأحد جميع القديسين اتذكر أنه القديسون مانن أشخاص وهميون، مانن سوبرمان، بشر ولدوا بالخطيئة مثلنا، ولكنهم سعوا وصبروا مثل ما سمعنا بالرسالة، بالصبر والجهاد وطول البال بمعونة الرب بالطبع، ثبتوا في النعمة وامتلأوا من الروح القدس وصاروا شهودا للرب في هذه الدنيا وفي هذا العالم. وهيدا المطلوب مننا بهالوقت وبكل وقت، ينابيع النعمة ينابيع الروح موجودة بهالكنيسة، بالمناولة بالإنجيل وفي كل عمل تقديسي تعطيه الكنيسة
للشعب وللعالم. حياة القداسة منا حياة خيالية، ثبتها وأكدها جحافل القديسين عبر التاريخ، وما زال إلى هاللحظة وفي كل وقت ربنا يفعل في قلوب محبيه. خلينا نتذكر بس هالجملة اللي قلتها: أن الله لأنك قدوس أنت يا إلهنا، هو نبع القداسة وهو القدوس، وبه نتقدس ونقدس الأشياء. ولكن الله يستريح أن يفرح. تصوروا هالتعبير الكتابي، عم يقول الله يفرح الغير منفعل والغير محتاج إلى شيء. يفرح قلب الله عندما يرى إنسان قديس. قديش ما بيفرح، مثل ما بيقول بالإنجيل، بخاطئ واحد يتوب أن يسعى إلى القداسة. والقداسة مثل ما قالت تقتنى بالتغيير، بالتوبة، أي في كل يوم وفي كل مسعى وفي كل عمل حاول أن أصححه بما يرضيه. هيدا هو درب القداسة يا أحبائي. هل أحد جميع القديسين اللي هن عدد كبير بالتاريخ، والكنيسة بتذكر أسماء البعض وفي كتيرين ما بتذكر أسماءهم، ولكن نعمة الرب تملأ الدنيا وتملأ الأرض لأنها تملأ قلب الإنسان عندما يتقدس الملك، تنتشر القداسة إلى من دونه، أي إلى الخليقة. ولهيك الوقت بنقول لأنك أنت يا رب تقدس الأشياء كلها وتباركها. مسعانا دوما يا أحبائي أن نتطلع إلى وجه الله لكي نرضيه ونثبت فيه له المجد. آمين.